السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا مع ميلود سماري. ميلود سماري هذا راه عنده حكمة في التمر، دوك نشوفوا معاه. النخيل النخيل راه كاينين في لغة الأرقام، يقولوا العشرات ويقولوا المئات ويقولوا الآلاف. حنا راه عندنا آلاف من الأشجار هذه، مهمنا باطل، مهمينها على بالك. آلاف آلاف آلاف، تعرف آلاف هاملينها. لا دير التمر سمع على بالهمش باللي الله تبارك وتعالى درنا من كل حاجة زوج في سورة الذاريات، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني ذكروا الأنثى. هذا في سورة نوح، فجعل من الزوجين ذكر والأنثى. وكتا يصلح التمر كيدير له ذكرتين. وهذا من الحاج، هذا منين جبت؟ هذكر جا نحيته من ذكر. ذكر هذا منين؟ جيبوا من سكرة، جيبوا من طونقة، جيبوا من واتسور، جيبوا هم كاينين اخرين يقول لك بعيد الحال. مش من بعيد، وسائل ما قلبك كاين. انا قلت له واحد الصباح العاش وجابوا، تعطي له 100,000، ما عندكش 100,000. ما لازم تجيبوا من الموضوع الاصلي. دوك نعطيكم كيفاه يتذكروا وتشوفوا ان شاء الله. اللي كان احنا مانيش عارف الموت ولا نعيش في وقت التمر، الواحد نحيو التمر منا. حتى على بالك عملوا الشجره قداتنا، حتى قدانا حتىنا نحطنا 3 قناطر و10 و20 كيلو و30 كيلو. 3 قناطر هو مع الهرب، هو معاه. قول له قداه قداه نحيت في الدوسون. في الدوسون واحد امام المسكن تاع 11 العرجون، ودير تاع العرجون قداه في رايك كبير. ما وزناهش بصح ديال العرجون قداه. كمية كبيرة يعني. الشيخ ناصر، يعني منين هذا التمر؟ منين هو؟ شوف الارض نتاعنا ولاده، الارض نتاعنا ولاده، كل شيء تزرعه في الارض نتاعنا تنتج. المشكل تاعنا في العمل، احنا ما نخدموش، نخدموا الصحراء على بالك ندومينيو العالم كامل. في التل نفس الشيء، قضيه نتاع عمل. الارض نتاعنا ولاده، الخيرات فيها، وكل شيء بالعمل. ان شاء الله دوك تورينا كيفاه. دوك نوري لك كيفاه، ونوري لك نوريه لك سهله، طريقه سهله مره. يقدر يديرها اي واحد، يقدر يديرها اي واحد يديرها. دوك نعطيك كيفاش يديرو. هذا هو دوكا. دوك انت نقول لك كيفاش ديرو برك. او دقيقه الحاج اصبر. لا دير فيلر كيما حبيتها، دير فيلر. لا وكيما راه. هاو نتاعوها، هاك شوف الغبار اللي راه يطير منه. هذا هو دوكا نتاعوها. أروح تشوف. قدم بيا. هذه كي تحل بعد ولادي، بعد كي تحل هذه. ها دقيقة، كي تحل من واش يقولوا نتاعها، من واش يقولوا نتاعها. ها كيفاش ندير لها؟ هذا الشمروخ. هذا شمروخ، هذا ان شاء الله في وقت التمر. واحد شفتوا كذا راه؟ ايوا بكري في الصحراء كانوا ما يديروش هذا. لا خاطر كانوا يديروا الذكر بزاف على جناحه، والذكر هذا شكون اللي يجيبه؟ وجعلنا الرياح لواقح. على بال قداه تتلقى الشجره نتاع النخيل 500 كيلومتر. دوك نعطيكم واحد القصه صارت في وقت الاستعمار، خاطر هذوك كانوا يخدموا. هذوك اولي الايدي بصال ابصار، راه ما عندهمش. كل الحاج روح ولا سيك من بعد مع اشعه الشمس. ما دوك نجيب له كلش. لا سيك هذا، وكان كانوا الذكر، كان كاين ذكر من هي والله منا ما نديرلوش. تذكر وحدها، تذكر آليا. أيوة. كيما الحيوانات بعد تحكم كيما حيوانات. هذه من الكائنات الحيه. صح، هذه من الكائنات الحيه. حنا دوك واش نديروا لها؟ لا سيكات بكري كانوا ما كانش كانوا يحكموها بخيط، ولا خليها وحدها. دوك حنا نديروا لها هذا على جلاه باش يجي الريح ما يديهاش. كاينه الطريقه الثانيه هنا عندنا في التل. الطريقه الثانيه وين هي؟ وين هي؟ احنا عندنا المطر وعندنا الريح. الطريقه الثانيه كي دير لها هذا، تغطيها بشكاره كيس، بصح يكون نتاع كاغط. لا باش ما تنتنش في حاجات، كيس نتاع كاغط، يومين ثلاثة أربعة نحيه. هذا مكان، هذه دوك راهي متذكرة، العام الجاي نستناو غير الغلة. تقدر تقول لي أنت واش من وقت اللي دير هذا؟
هذه الفرصة اللي راني ننتظر فيها. ها يسألوني وأنا أحب قطف الثمار. يسألوني وش أسنى وش من الوقت تقدر ديرها؟ الوقت اللي ذكرنا عسلك أروح لي تبعني تبعني با تبعني بهذه أكمل الميكرو أكمل الميكرو أكمل الميكرو أروح لي الوقت أو نعسلك بها الوقت. شفت هذا؟ هذه يقولوا لها الطلعة هذه هي الطلعة نتاعها هذه الطلعة يتخرج هذا أنا هذا هذه ما نذكره ها أنا نذكره ديجا كي تخرج الطلعة هذه كاين الحبيبات كاين هذو حبات التمر يكونوا معلوقين نهار الأول ما تديرلهاش ونهار الثاني ما تديرلهاش بصح ابتداء من النهار الثالث دير لها الذكار كما درتو ليه دير لها الذكار وخليه لخطر تتحلل الورده نتاعها روح تشوف قدم ليها تلقاها محلوله هذيك كي تحلت تولي تتذكر عاليا سمعت تتذكر عاليا في ذاك الوقت اللي تتذكر فيه تخليها تبر راسك تهدير اكثرش تتذكر تقعد نورمال عاديه تعرف شنو واحد كذا سالني قال لي لا يعني عم الاول ما دارتش اكثرش والسنان دارت تقدر تروح ليها تشوفها روح ليها روح روح لهذيك اللي من ايه شوف وش قال لك يا سيد قال لي لا يعني هاد السنين ما ديرش العرجون والسنان دارت اكثرش وش قلت له انا قلت له انا اللي راهي عندي 6 شهور وانا قاعد وانا قال وراها الاستاذ انا نقدي الاستاذ هذا الاستاذ نتاعنا والله رحت ديت من عنده الماء يعني ما بخدنيش عطالها الماء وعطيت لها شويه غبار شوف واش دير الماء والغبار قضيت واش هي قضيت عملها وقل اعملوها اكثرش شوف العراجل اللي راهي دارتهم هذا هذا شفت عراجنا عام الاول درنا وحده خدمناها مليح دارت حوالي 3 قناطر 3 قناطر و 20 و 40 في هذاك هذيك النواحي اكثرش دارت واحد 3 قناطر هما هنا من بعد اكتزهم دوك هذه واش نديروا لها احنا خليوها حتى لوقت الثمار ونشوفوها شوف هذه راه كاينه الاف من الاف من الاشجار دوك حنا كنا نحبوا النخله قدا راهي تسوى غاليه راهي تسوى 400,000 هذا عام الاول جا واحد بدا من دا شويه قال لي والله يا البقرات يعطي لهم غير الحفنه تاع تمر قال لي يا الحليب اللي طقات دافو دير قال لي كذا ندير قلت لهم كاينين الاشجار وهاك باش تخدمهم برك هذا مكان ما فيها والو احنا ما حب يا رجل ها نعت له عايشك نعت له شوفوا شوفوا لا لا تزيد نعت يزيد برد هذا كي يحب واحد يكون مطفي خلاص ما ياكلش هو عطيه الحيوانات اخدم ليك اخدم الحيوانات ليه كل الحيوانات هذه الحيوانات حنا اللي رانا نشيو حنا كان درنا اشجار خروب برك خروب يا والله ما نشريو النخاله يا والله ما نحتاجوهم هذا خير من الخروبه هذا خير من الخروب والله اللي يجي كذا قلت لي يعني سبحان الله العظيم ما كانش هذا هو برك هذا هو ان شاء الله احنا وشني الحاجه الامانه اللي راهي عندك في وقت التمر لازم تجي ان شاء الله اكتوبر ولا نوفمبر ان شاء الله لا نوفمبر ولا ديسمبر اي نوفمبر ديسمبر نقول لك لا ممكن يقول لي ممكن يقول لي ما يطيبش التمر لهنا هنا عملوا احنا ب 63 64 65 نقولوا راهي درجه الحراره طلعت 18 ولا 20 دوك قداه عندنا قداه راهي تطلع عايشه قداه تطلع تطلع قداه 43 43 هذا هو عايش الواقع وهذا هو استاذنا وحافظ التاريخ وحافظ الجغرافيه وهذا استاذ في التاريخ والجغرافيه مدير متوسطه من الاقدمين على باله بالتاريخ هذيك دوك راه 45 درجه ما يطيبلكش التمر يا سيدي في الدول المتقدمه تشينا داروا لها ليباري تشينا حبت تشينا يدير لها بلا وتقعد عام احنا نديروا له الساشيات ونديروا له كذا ونخدموا احنا ما حبيناش 3 مترات روح شوفهم ذوك عامين ذوك السلاله عملوا له الحين منهم 45 متر قد هكا تصغير
يا رجل هاي كاين حي لازم تتغذى، لازم تتغذى ولازم تاكل ولازم كي تملاها انت ما تبغى تتعال كي دير ليها شوية ما تقدرش تمشي لك لا محسوبة هذوك كيفاش هل تزرو مالتي عندنا خير كنت نقول لكم عليها وواحد شاهد فيهم ها هذا ولد بنتي عندهم اللي هي الأرض كي يعطوا لهم هما الدولة ما يخدموش ما يخدموش ديت انا لانطريق منا رحت الثمن وشي هذا قال لي انا مدورين بها وانا يعني قال لي هاي منا فارغه منا فارغه ونحكم بها غرست 1100 ها ونزل ها هذا يشهد 1150 من جبارة عملوا لنا حاوم من اضرب عن الله يا رجل 5 سنين لازم خمس سنين لازم الجبارة لازم لها 5 سنين واش تبدا هذه جبارة هذا اللي نحيناهم منا انا نحيناهم منا هذو هذا مكان العام الجاي في وقت الثمار ان شاء الله في نوفمبر ان شاء الله في وقت نوفمبر ان شاء الله ان شاء الله ما تسوهم شي عيش باش تدعموها اللي عاود يخدموا الناس اللي عاود يخدموا ويديروا مغل الحيوانات اللي ما ياكلوش هما شبعانين عندهم التمر رخيص كما نقولوا عندهم ولكن عيطونا عيطونا ما ديرولاش كيما قال المشدوب يا ما حنتي رجعت خماس وتبنع مع عيوني خمست على عرض الناس كي وجد عشاء زعكوني ماشي كدوش للغلا التلفونة لا واحد ما يسلفك والحديث قياس وزعكوني انا عبد الناس يتوالوا ديت عملوا العرجون ولا حد وانا ما ديتش ليش ديت عرجون لقد فاجأني سي ميدوت وانا اكتشف خبيرا زراعيا بعد ان عندما عرفتهم ربيا فاضلا ها انا ذا اكتشف الوجه الاخر سي ميلود طريقه تلقيح النخيل مش خبره مش خبره والله غير عمل برك عمل وقرا شويه القران برك اقرا شويه القران لقيت حاجه انت دير لها اخي قلت لكم ديك النهار في اول الحصه صح. في الذريات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون في سورة سيدنا نوح شو يقول بسم الله الرحمن الرحيم فجعل منه الزوجين ذكر وانثى نشكروا سماري ونشكروا كامل الحضور استاذنا الفاضل سي مصطفى الديجان انا حتى نكتب واخينا قول نطيب قول حتى بارك الله فيك اعطي له ان شاء الله ننتظروا الغله قال لك حتى نشوف التجربه تنجح ماهوش راه يعدم يخدم وموش راح يقول له ما خدمه أكون أنا هذه نحي وعملنا معكم حتى نشوفها راك كان أكثرش حتى نشوفها ما يقولش ولا ينقص اللي يقول لهم لا لا خدموا لا ما نجحش ثمارين ننجحوا احنا لا ها لا المصطفى قال الله انا خدموا ونزيدوا نعاودوا على بالك في الانجليز كانت الارض خاليه مخليه كي جا الملك من الاول الملك غرسوا صدرات نحوهم الناس الكل العام الجاي واش قالوا له والله ما بقى صدر قال لهم زيدوا غرسوا قعدوا 4 صدرات قداه قعد يا والله غرسنا 1000 قعدوا 4 زيدوا وغرسوا قعدت 100 روح دوك شوفهم احنا وشوف الجزائر تاعنا قال له غرسوا فاكلنا فنغرسوا فياكلوا صح صح التخريب هذه موجوده عندنا رميل 83 غرسنا بلوز وبلوز ايه بعد 4 سنين يحوز جردهم وقالوا كانت 4 سنين احنا الخدمة بارك هذا ما شاء الله يكون فيها الخير وان شاء الله اللي عنده وحدة ما يدنكش الناس اللي عنده وحدة قدامه ينحمنها قنطار يعطيها المعزة والله غير عام كامل هو يشرب الحليب منها الزينة شجرة زينة زينة شجرة زينة شجرة كذا شجرة انا ما نخدموش بارك ربي الله هو ربي يوفقكم ما تنساوش في وقت التمر روحوا يعيشكم ان شاء الله ربي يعاونكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة